مرو شو بلاك؟ اخذ عفده؟ اي والله خربلاته هي. ابوي ترى السيره تكللت للفشل. هنا ماشي ودام وديم وديم كيسه يمكن كيسه عصيده. لا لا ابوي ما بصيده لا للصعره. لا والله لا المقرد مقرد موجودين. ابوي القرادة فيك انا احس علي كرمني الله. اي نعم. متى كنت سرت انت وصلت اخر مره؟ بالعام. زين خلاص حيل على طول المصريح ليله غرب اللهته. جود واجدد لك ولائي سمعا وطاعه سيدي وافين عن ذكر ابو خالد انظم جيل يلي غلاتك غير عن الباقين والله لو ينهد فيني حيل لخدم بلادي لوني دون يدين من يستهين براض فات الشيلي عند الملاطة من استوي صلفين ما وردونا حن بنات الدولة معاهدين رب حق ودين ومن يختبر فينا عزوم عيالك خله بيه العلم عن علمين ان حن صقلنا زايد ورفجة زايد والحر لو يوعد يوفي الدين حرم من خلي بلدنا خاين وإننا نرد صاع له صاعين الشري أبو خالد رهن سبابك عودتنا ما نضوي إلا الثمين أجود وأجدد لك ولاي سمعا وطاعة سيدي حضري. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. ما عرفت أشل راسي لأني أبوي شو السبب أول بعد سرت العين ومن العين أبوي رديت بغبي تغديت ما تغديت هبابي وصليت العصر قبل طريق الشويهات وجينا وركضة ودبجة وعشيات ورمسة وسوالف لين نص الليل. والله يا أبوكم شفتوا اللي بتكوّد تكوّيد مرة واحدة عقب عمر أنا ولا دريت بالدنيا حتشوفون البحر ضايح ضايح مرة الغب واحدة التصوير ما يبين بين ما شو هاي جديد يبين هذا الوحش. أيوة حين في التصوير هذا واضح البحر البحر طايح وماسين. محمد كيف حالك؟ الحمد لله زين. شو اخبار؟ زين. تعرف هذا الفار منه؟ ما يعرف. هذا محسن. محسن؟ محسن محسن. محسن. ايه محسن. هذا بخليني داخل بحر يشتغل. داخل بحر؟ ايه سوي تعليم؟ يقدر. يا ودي ترى ما يقدر. كيف ديفو في البحر؟ محذفه واحدة شهر سوداني ايه؟ سمسم هادي ما ظني يا محمد هذا ما وراه حديد ان شاء الله. هذا طالع شيء اسمه ميت مسكن ساكن فين؟ ألف من ألف مسكن. هذا ما حوله حديد هذا ابوي انت بتشتغل هذا ابو احمد رجيع ريا ابدا مقطوع الامل نو واي محمد الحين البحر ثبر أحب يجي ماي؟ إيه يجي. أحب تسقي الماي؟ إيه يجي الحين. لين ساعة 11:30 آخر شيء. 11:30 وين يوصل البحر؟ لا شوية. شوية ترد الماي. يعني 1 متر زيادة. بس. وين ممكن ماي؟ هي. 1 متر زيادة. يا ربي وايد شوية محمد. وايد شوية. حماشي يعني ما يعني البحر وايد حار. ساعة 11 آخر شيء. لكن ما شيء سمك. في يعني في سمك. والله؟ إيه لك ما يجي زيادة؟ ما يجي زيادة. الله كريم الله كريم. إذا كان ما يجي زيادة يجي في الليل. الليل. كامل. الحمد لله. الساعة كم كامل؟ الساعة 11. أيوة. ما يعرف. إذا يطلع قمر. لا هذا ما يمل ظهر. ها. سمسم حساب مال قمر. سبحان الله. سمسم بلاد انتو هذا المون ترتيب؟ ايش مكان كله دنيا ايوه كله دنيا سيف
في حساب غمر. ما بله في الامارات، ما في داخل الامارات بس. حتى بلاد مالكم. كلش. انت بلاد مالك انت شغل مال البحر؟ لا انا ما في شغل بحر. ها؟ انت هني محمد بن سيف علمك بحر. انت يجي اول ما تعرف شيء. ما يعرف شيء. انا اشتغل اول فابريكس. ها؟ فابريكس. فابريكس، خياط. ايه. هذا فاريل من وين؟ فاريل مال خالد. هذا مال حرمة، ما في مال ريال. ما الحربة؟ والله واحد سنة فوق يجي تنين سنة يمشي. ما يصير خربان. لا ما يصير خربان. أنت يعرف كم فلوسها؟ 5 درهم. هذا؟ إيه والله. 5 درهم. إيه محمد. أنا يجيب حقي أنا سيب سيب هذا. سيب سيب حقي أنا هذا يجيب أول. تنين سنة يمشي. إيه ما يخسر خلا. كتن. لا بعد هذا زين يعني بحر في أبيض ما في زين يجي كتشرة. إيه. أمراض شوت ما في زين. بعد مطبخ يشتغل يزي كركم يزي دهن يزي شاي كتشرة الناس ما يشوف نظر صح لكن بحر زين. انت وقت يجي داخل الامارات انت يجي كونتراكت عشان يروح يشتغل خياط ولا يجي داخل بحر؟ انا ما في معرفه. ها نفر تقول يزي يد الشيك سوا سوا يمشي. لا اله الا الله. سن نفر. هي سن نفر. انت انزين انزين. وبعدين يوم يجي هني؟ أنا يجي مني أربعة جيب مني بابا محمد سيف. إنزين بحر؟ جيب هني هو يمسك هني ولي هذا. تعرف أنت نمبر وان كيف؟ من إيد. إيد. هاي. يمسك. ولي هذا نمبر. وخلاك في البحر. بعد أنا ما في مالو وايد نمبر موجود عليك. هي. جنجر كمان. مسجل مشكلة كل يوم كل يوم مشكلة. ليه نسوي تعليم؟ ما يسوي هو ما يعرف وكلام ما في معلوم شغل ما في معلوم. منو سوى لك تعليم عيال؟ أنا. منو سوى تعليم؟ بابا محمد. بابا محمد. إيه. الله يحفظك. بابا محمد إنجليز سو بابا سو كنتي بس بابا يتعلم. جات زلار بابا. ما شاء الله. أنا شوي شوي معلوم بلا. بعد نفر مني مني كيف سويش تبغى تشوف. شوف سمعت يا محسن؟ ما كانش يعرف حاجة وتعلم كل حاجة. المفروض أنت بعد الوقت ما تعرفش حاجة. تتعلم كل حاجة. تتعلم كل حاجة. في البحر. في البحر. تقول شو تقول عن محسن؟ وشو كلام عربي ما له ما بعده. تكلم عربي زين هذا؟ ما في كلام عربي هو كلام مصري. مصري. مصري ما في عربي؟ في غير شوية. لو جاب ألمانيا يعني. محمد ما يتكلم عربي؟ عربي أنا ما في كل بقول له حاجة قال لي مش ما أفهم بيك تقولي. محمد يا ريال يا ريال وناش مرقات بلا بحر هنا يجي يا رباف يجي بادري يجي واحد تسعة واحد سالوس يعني ساعة ناش. شو الأخبار؟ شو علومكم؟ منو ممكن خدم شيء؟ حد ممكن طبخ شيء؟ وايدين أبوي طبخن ونفخن 90% اللي طبخن طباخن شرات ويوهن ما خدمت شرات ويوهن اللي مطرشه مطرشه خبز محرك اللي مطرشه ما أدري شو يعني شو أمور وايدة أمورها اللي رمت حطه شيء ينقلب من دل شيء بسيط اللي رمت حطه. ألو ألو مرحبا صلاح سلام عليكم. ان شاء الله ان شاء الله برجع ان شاء الله يوم يوم ال عاوز السبت بكره. لا 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حبيبي حسن. ثانك يو صلاح. هذا ياكلون تراهم وعيان. هذا ما بخبله حبيبي تبع الجرجعوا وعيان تبعهم ياكلون حاطين صامد. بعد يلا شكرا. مره الماي راده ما شيء بحر. نحن مكان صيدنا لهني الاقرب فلذلك ماي مره تحاصير فما شيء دش للبحر. دشت البحر تبى بحر يا
يكون بحر ماي ساجي يعني من تسجيل ماي تي وياها الاسمكة. يوم الحين الماي ما سقت وسقت يمكن مترين ثلاثة أمتار والحصى كله ظاهر والبحر ما شيء شيء سمكة كان بعيد. ونحن جايين على فكرة نحن جيتنا ما بيجيت مكده هاي تشوفونه والسلطان الدنيا والدين هايون يكدون البحر يسمونهم كديدة بحر يعني سايرين للعذاب وللصيد والتعب. نحن جايين نبي نتكشف صيد لما منطارف وصلنا صيد ودمنا بيتنا ودمنا بيوت إيراننا وصدقاننا اللي هني وما حصلنا ترى اللي قيس ودام حق نفرين وعشرة وعشرين شيء الحمد لله لكن ثلاجات هاي اللي كدون البحر يصير يمزرون ثلاجات خمس ثلاجات وأربع ثلاليجي يعني هذا هي. لكن نحن كل سيرتنا بس لأجل التسلية القصد. ها منور يا محسن. منور يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله تدايق عمر عمر بالسلامة. فطرت ايه النهاردة؟ حاجات كتير انا فاكر عسل وكشف ومحلة وجايب من ده وحاجات كتير مش فاكر وبيض بيضتين مين؟ يا ابو عبد الله ويا لست من نسولف زين تريدوني يا ابو عبد الله ويا نسولف انا وياه وهذا حين اللي تشوفون الادمي احنا نرمس ليش تطول على التلفزيون عشان بشوف حاجه في حد يعني حين نحن هذا اوادم ياسين حين هذا عيب عيب انت وين رابي انت ما بعند عرب ما بعند ناس مسلمين يعني ناس ياسين يسولف ريايين تطول على التلفزيون تعال شو معناه شو معناه هذا ما لها معنى انا مش قصدي حاجه والله عشان اسمع بس تسمع انت وتسكت الرياييل يعني لا والله ما قصدي شو يعني ما قصدك انت عارف ما قصدي امال شو هذا شو معناته يعني اسكتوا خلوني اسمع لا هذا وانت هالنمونه لو انت هالشكل لو الله خالج منك غير عن النمونه لمونه هذا لمونه 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 يا رب الله يحفظك فانيل وزارة تظهر هذا حبك هالمهين بالحافة ما توصل ابوي السكن الا انت من رحاف ما فيك قطرة فتانة كان ابوي يلفح عليك ابوي هو كنديشن الجو لطيف ورقم واحد ما شي زود حرورة حر اللي هو حر كذب خارف الشمس في كل البلاد حتى في لندن يوم تجلس نص الشمس حر تضربك فيه على خمرة راسك عرب المرور لحجيني لين بحر يوز هاي نعولي شاب هنا هاي نعولي البحر يا الله ضوء عادح لا إله إلا الله ضوء غاديات شو تبارك الرحمن شوف لوز شويهات ايه ما زين زين عيل ماي تسوي تعال تعال بنقلة شو اسمك انت كنان كنان نعم. تسوي صالونة هذا ولا شو هذا ايه نمبر وان سبجي هذا رقم واحد ها شوف اللوز كم حات يا ربي شوف اللوز هاللوز مصغرونها اشوف الله عليك ابو عبد الله ما شاء الله شوف هاي مغفول عنها هاي جافر جافر ما حد يقربها من الفروخ ما حد درابها ها ترى ما بعيد من المسيد ها بيت حياه بيت حياه سالم بيت حياه سالم بن سيف الهادوم القبيسي هاي اللوز ممزوره ابوي لين عينها اها يدنا المغرب وتام ابوي صلب ولا ورقه فيها ها شوفوا تقول مره ضك البحر ضك البحر وهذا المسيد ظهرنا من المسيد ها اتوني جاي هاي بيت ابوي عيال خالد
يا ربي تبارك الرحمن خير الرازقين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. يس هي وانت ما تباني اصور اخ محمد بن عبد الله ما يبى حد يصوره وهو يقطع لوز يواجهوني يوم تقطع لوز يوم الحين سياره انا الحين في نحن في سيارة مرزوق نحن الحين يس ليش عشان شو بقى ترويني بعد سيارة وين مرزوق ما تطيع تفتح وين خ تعال شوف ما شاء يا ربي اللوز تبارك الرحمن رحمة خماي بعد بس ها شوف اللوز هالكبير طح اي مال الشيوخ ترى طع اللي فوق شو مال الشيوخه شو من المشيخه وين اعطيتهم المشيخه اي الشاره ما شاء الله هالقطع كان فيها اي والله هاي شاره شيوخيه هاي شاره بنت كنيش انا اي على هالجنه اي على الجنه يا بنت كنيش عوش بنت كنيش جايب ما شاء الله الرياي اللي فيهم خير وجايب الحريم من ستر يعني الله يحفظهن ويوفجهن ان شاء الله ما يدور شيء ابوي تحت يديه الا قدر رقم واحد شوف اللوز شوف اللو شوف هاي الكم اكبرها ابوي ما اخذ جسمها جسم خواته في الحجم بس خلاص الحق يا ابوكم هذا يا ابوكم كراتيل واحد بيمزر منها شوف اكرم منها لوز الطبيعية هذه عنب ولوز هاي وحده هاي لوز وحده لوز وحده شو انتاجها ما شاء الله تبارك الرحمن ايه هاي ابوي مليح هذه ابو ظبي هذا ابوي لوز ابو ظبي الاولي والله يا ابوكم اللي لحق لحق واللي ما لحق عاد على هواه والله يا بيت حياه عمير بن يوسف ين اللوز اطول عن الكف وقصر الحصن الاول انت عنا من مدينه زايد حد بسياكل حد على سيكل بيدر وحد بطبطه 70 هاي تحيدونها ام شراع يسمونها والله يا ابوكم ين نسير ونمزر يواني بصل لين عينهن من قصر الحصن ما من داخل القصر من خاري شيء حوي الحوي هذا كل لوز كرهت يا المكروه تعال خليه يقطع محمد بس علينا ها تعال قطع كم يحصل لوز قطع خلي واحد مكان انا بيك خلاص هب حد يجي غير من هالفلورز وتعطيه انت تعرفني انا زين انا يجي احلف ثم تو برادر لا صديق صادقت عليك الجن ما تنسى تبغي بخشيش قطع لي لوز وخلي جاهز كلها ها شوف انا نمونه هذا هذا تيار ها تعال هذا تيار ها شوف هاي العودة هناك ها كبير برا ولا هذا هو اهم وحده هي وها كله سوي زين انا يجي بعد واحد ساعه زين سوي ريد وين بحط هني انا سياره سيم هذا كلا ولا طاط 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 انت تعال شو اسمك انت كنان ما يصير يعطينا فر بخشيش نمبر 1 يا ربي يا شوف وربيان بعد اي والله كل شيء ابوك فيه اسمعوه شيء غريب فنان تبارك والله اني متعب رقم واحد محسن نعم كره الله تصنع هاي بعد فين نعم انت تحيدها من العام هاي ليش شو محمد لا ليش انا اعرف عنها والله هذه حمراء المحادج الدلهل اللوز الدلهل وين قيمة السمن الدلها مشكلة بلاك عيب ما ظهرت على خالق ولا خالق خالق ما وراء فايدة ما توديتنا لا عند لوز ها شو قدر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مقلاي مشواي عيش أبيض وين مشواي أبو ريدي ولا بعده لا هنا والله إيه؟ شيء صدتو شوية الحمد لله هذا ما شاء الله ما شاء الله ما. ها. ها. شوف ترى ما نحط زيت
بلقى زيت، لا زيت لا همك الله لا هم يحزنون. سيد ابوي ها الشعم وين يا ابني محمد الحين هذا؟ ها في الليل ما في الليل. ايه شوف شفتوا مرة حاف ما عليه ولا شيء. الحين اللي تبتدي تلحقها الضوء السمكة تصلي على الشحم اللي داخل بطنها وتتقلبها صافي. عاد يحطون آخر شيء هبه الحين من يصير ينضى ينضى الويه الأولي هذا من ينضى الويه الأولي من ينضى الويه الأولي هذا تبت الكبار حطه ويعداله الصافي. أبدأ غمض برد يغدي هذا لا هم أقلاي ولا هم أشوار لا هم قلة ولا هم أشوار شيء. هذا المسيد ده هم مسيد حياة سالم سالم نزيف وهم مطابخهم وهذا بيت حياة عوشة. لا يسالف وهذه اللوزة ردينا حين بنصور بوي فيديو حق النزلة الانستغرام ما شاء الله قرب الله تكنان ما اشوفه. ايوه عجبه اقولكم عجبه. اوه كنان كنان يا علمان كنان والله اني كنت ركبت السيارة شيبه شفتني نزلت من السيارة قلت لك تليفوني حاطنه تدوي حاطنه عادة حاطنه في مكان لو 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 حركت شبر انعدم طع وين حاطنه عن الشمس. شوف الله عليكم يا ربي شوف يوم الله يريد لي ولا ما في مفر انه ينكسر. يا الله الحمد لله على سلامك يا تليفوني. شوف الله عليكم منو بيضعف في نص هالمغريات منو بيضعف في نص هالمغريات منو بيضعف في نص هالمغريات. هذا مورجان كلها هذا خليني قرش الكاتشب اقولك يا الفضيحة يا الفضيحة يا الفضيحة ناخذه وكاتشب ما يستوي ناخذه مشوي ترى مشوي وكاتشب مثل يعني فيش بنقر قال لي تحمل نزل السمك قبل ما يصور حق متى ها شوفوا شوف كم طاح كم صب من الدهون كم صب من الدهون ها هي بس خلاص شوف الشعم هذا يا سلام سلم السلام عليكم الله سبحانه ما شاء الله تبارك الرحمن حتى البسار تساقى من شحم الصافي. البسار ما يغلي هالنمونة بالحمام لكن من كثر الشحوم اللي صبت من الطون الصافي قد هالنمونة قد لا هم عافوا. شوف الله عليكم شوف الهدية بابا عندينا هدية بس واحد محمد يا الله يا الله منك خبر عن متوب ومتوب مسافر بلاده اجازه اجازه ما بيضني الا عقب شهر كنا خطفان شهرين صاير رجب ورمضان رجب وشعبان لا صاير شعبان ورمضان فطر الاول فطر الثاني الحين بيجي عقب العيد العود كنا. بارك الله فيكم. هذا غدانا هذا عيش ابيض هذا بيت منو هذا بيت ابو مرزوق كنا بيتكم هاي صالونة هامو وهذا ابو صافي مقلى وهذا جش مقلى مغير وهذا مزين وهاي الهدي باح ابو بياها يلا يلا والله ما طعمتوها انا ابو كان هذه لا 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 الهدي باح لي وراس الشعم اي والله ها شفت هذا عيشكم انتو شو ايش قايل متدقدق هذا عيشكم بالدقدق وهذا عيشنا نحن نشوفه ما شاء الله ما صعب لا 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 وهاي بوي مرقة الهامور هاي بوي لا صالونة هاي صالونة الهامور ما بمرقة هاي بوي صالونة نحن نربيكم طريقة استعمال صالونة الهامور أو أي صالونة كيف طريقة بلخص عاد مات الهامور مات المرقة منقير ها بعد ما نيسر نيسر حضرة محمد بن فري محمد بن فري الله يحفظكم مسوي حضرة ومسوينها بوية رمستنا عنها قبل نسينا رمس ودي ثاني رمس ببلا وهذا أبوي ها بيموت عليه مرزوق بيموت على الكتب ويا السمك هذا يا الله يا الله يا الله الطمع 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 عقه عقه انت يلا
يا سلام يا سلام يا سلام. هذا عاد ها سلطة الفقارة الأول بصل وطماط الحمد لله. نعم شيبة هذا أنهني بين أنت تسلط تسلط عد ودرت كل مكان ولا لا لا برايك أنهني لا لا أعداد هدي أعداد هدي 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 باي هدي هدي با هدي بيتي أول بادي شل الويمية هذه تعقها داخل الباول ها ها تحط عليها شويونة مريقة تمرسة تمرسة ها تحط معك شويونة عليها مريقة تازم تمرسة ها دين هذا المن خلاص صار مز اللومية مز اللومية يا أهلاد تكعد خلنا نخلص مز اللومية صار كله أبوي وين في الباول حالة تشوفونها رقب عادة زايدونها من هالمريقة ايوه هذا عادة سي فود سوب هذا سي فود سوب مريقة هامو حط لك الهالة تبع يا الله عشان شوني نم 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 بنزيدك من بحطك من هذا من هذا تبى تشوف الحمار راكب على البقرة ما حركت ساكن ويوم تبى يا الله لا لا تحمل تحمل ما تقهر تراك الحين تلاقي منحة ما تقهر لومي يا الله يا الله تحمل يا الله ليك لو اللومي أبوي عارف السن هذا تعثروا تعثروا أقول لك الرجال في العين عنده سلام بس لا تعطيه إياه ولا شيء ترى خله لي أنا إيه هذه الله يحفظكم الهديبة هاي الهديبة يقول مرزوق إنها سمين يقول بنشيك برد عليك الأخبار والله ما يبال كلام والله العظيم إن ما قرب الله تمرزوق ما قال يباها إلا هو يعرف شو الهديبة شوف والله يا أبو محمد إنها عجبت شوف 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 يا ربي اندوك 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 شوف 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 سبحانك يا رب كأنك ميلف موزة كأنك ميلف موزة تبارك الرحمن خل عدم قيوين مقيوين بلاده البياح بلاده ما يبالي نفسه هي يا الله دور الحبيب هذا واحد اثنين ثلاثة لا لا ها صيدك انت ابو محمد البارحي هذا ما شوف صيدك ما ينشر ايوه هذا الشعب اللي عليه رضوان من الله البياحة قلنا بها يا حبيب النبي راحت وحيدة بنخبركم عن علوم الشعوم علوم الشعوم قصيدة ها. علوم الشعوم عادة زين الشعوم الشعم العود غاوي حق رزيب ما زيري غادي شوف شوف الله ها. ما يبالي كلام كان حديد العيم ياكل وياي لو يبان لك الأمس جاي لنا من دار زود فريريات طاز قال لا أنا عاوز فيش ما في مش في تفنقر تشكنا كتش نحن سالين بس بنس وخذ والله هذا تشكنا كتش أقول لي ليش نفسي فيه كنت غرب اللاتك تشكنا كتش جايتنا شحنة سيارة فراري طازة فري رينج من عند ناس أبوية رقم واحد ولايتي والله إن ما طاع يأكل وكل هذا تشكنا كتش ما يأكلون إنا في كنتاكي نصهم المصريين كنتاكي حتى اللي اشتغلوا مصريين هي والله ويشادر أنا من الطرف هذا والرد الله يحفظكم الطرف الثاني أيوة ما يبالي رمسه شو سمن هذا الشعوم حين هذا وقته هذا وقته وتمن أنت نبوي روع إلى لندن نبوي هناك إلا دوفر سول وما أدري شو مال المزارع ها شوفوا وين نحن ها يأكلون في مطاعم يأكلون في مطاعم حد يودر هالشيء طعب هاي لحمة الفتش عادة هذه لا هاي مات صواطر
بصوات رحمات الحنج اللي تحت. ما في الحاضر مدح، ما يبالي كلام. ها شوف الشحن، شوف الشحن يا ربي يا الشحن. ها عاد تاكل هالمطاميط والرقاي الرجال اللي تحت. شو يا ابوك من دواء؟ يلا قوم قوم عشان عطى يا اخويك كل حديد نعيم. جلس 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 قر قر وقت اللي دايما شايل ما يبون شاي عايزين شاي. يلا قمك تفرق انا. شوف الله عليكم، شوف الشحم، شوف الشحم، شوف الشحم. هاي عاد المراره من يروحها برايها الحين ما نرمس عنها. نرمس تراني تعنياتهم ادراتها البلاد الطيبه يتريقن الصبح ابوي حق التصوير ما بذاتهن الريوق ولا هنا وين الشمدان الظهر يصير هناك حق العذاب كل هذا حين اخذ ايدي مراره ومصارين البتاع تفكرين نهبل لك اي عبيط بس واحد شبت مش لا مش عايز انا والشف العظيم ينبلح الشعم زبده والله العظيم انه زبده زبده قادي لا اله بحياتي انا ضاري احيد بالحل الشعومي عرد وعص كيف المره هاي هالنمونه ها قدايه لقمه بليحه بليح سمك وراء سلطه وانا حاط في بالي اني باكل من بحط الهامور باكل راسه منو بيرو ما بارو عن خاطري باكل بس لحمة الفج لحمة الفج عن خاطري باكلها ما ترهامون هاي لحمة الفج حق هذا هذا يا ابو مبروك هذا كلهن هذا المطاميط مش هاكل انا مش عايز والله ما شبعت يلا قوم روح سوي لنا شاي عامل لي وقع شاي عايز تاكلنا مباراه بتاعتك حرام عليك ربنا ربنا يهدك والله هذا حين سليته الظهر مات الشعم ها شوفوا الشعم عسيرة الظهر والله يا ابوكم ينه عجبه ها الجولبه في شحم بطنه زبده غادي والله العظيم انه زبده هذا لا يمثل ولا همك الله لا كريستور كله اوميجا 3 لقمه من هذا ولقمه من هذا صح عريج نعم صح عريج ترى السلطه هي مسوينها الشيب ابن احمد شيب ابن احمد القبيسي هو اللي مسوي هاند ميد بعد ترى شيء سلطه بهاند ميد فكره انا بحياتي ما كنت يوم من ايام الله استصيغ الشعوم والشعوم ترى في الدمام هذا الدمام منطقه شرقيه في السعوديه يسمون الشعم عريضي واليوم اول مره بحياتي اكله ويعيبني لهالدرجه شحم ريج وشحمته متمازجه ويا البلح فقادي روحي يقطر يقطر من الشحم اللهم لك الحمد يعيبني الأول شعوم الكبار يوم يصيدون قوم هلال كمية شقيناها سويناها الرزيم وغادي فنان في الرزيم هو اللي بياح الكبار يا غير الشعوم شعم عود ومشواي ولا يجلفع أول مرة بحياتي والله يا أبوه غادي أبدل صحو شامي صحو شامي طريقتي هنا ويا سلطة شيبة أربرة هلا بحاط فيها سوس ما أدري شو لذيذ كلهم وبين الشو الضروري أنا ولي في أكلي ما شاء الله خلص الله يغنيكم يا أبو محمد كثر من خيركم من أول يا محسن باشا لا لا يعني لسه أنا بصير أربط أبحد منكم يقولني ما فنان والله إلا فنان وزين ورقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم يلا خلي ثانك يو ثانك يو يلا زحب عمرك يلا سر ويا قوم مجاهك عمي يلا يلا زحب عمرك شوف من يسيرون قوم مرزوق سير ثر الطرات شفت الطرات هاش الحمار أيوه. روح عد من دلوقتي روح من دلوقتي هنا روح ايه بسرعة يلا 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 بسرعة لا ماشي لا تتأخر ماشي تحرك اربع روح سر سر هاخذ مظلة سر ماشي I
عدي يا محسن عدي. منو بعد هذا؟ هذاك هلال. السلام عليكم. السلام عليكم شباب. ايش حالكم؟ والله والنعم. ايش حالك بتسيم؟ كيف انت؟ الله يسلمك ويحفظك. ما شاء الله. ايه ويحفظكم ان شاء الله. سلم ابوي. ها كلهم ترى الترمح لي بن عم هذا بن خال. هذا كلهم اهل هاي. هاي عيال خالتهم، عيال خالهم كلهم، عيال خالهم هلال اظن. ماشي يا محسن. يلا سر يلا سرك في تحت. فكنا من شرك انت ما يخصك. سر سر. ليش؟ بيتم روحك اني ساحر. لا لي عارف يختن ابليس ويداويه. حليلك انت هذا ما يعرف. هذاك انت ليه ما تعرف؟ ها فلبين. السلام عليكم. ها فلبيني جديد. ها جايبين مال عم هلال. يبون يكدون في البحر. خلوني يكد البحر لين يضرع. ومن يضرع ماشي يا محسن. يلا عدي عدي يا باشا. سيري لسناك في المظلة. وين بيودينا العلم عند الله؟ تو هالماء يفرش. ها؟ هاي الأبيض؟ لا لا يهبي. لا زين هذا جد. حشرة الدنيا حشرة. ليش الماشي؟ وهذا وها الماشي البانو كذا؟ عنبو؟ أوه فلبين how are you؟ حليلة والله أني جاي ما يعرف جايبينه ما يعرف يغسل وجهه والحين ما شاء الله هشو كله تفيزر ترد ارتزيت اسميك عياز يا أبو محمد ما أعرف نسيته والله هي هي ما لابد أبوي من الغطة قبل 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 حلقة ها شور هم لازم أقولك غط عمرك قبل أي أي قبل ما تحرك لازم تغط عمرك هي هاي تفائلوا بها تفائلوا بها غطت البحر سمعوا نحن اي وقت بوي نلقط شيري وعليه عوالق بحريه بننظفه بننظفه في حب الله في حب الله بننظفه بنعق عنه العوالق اللي تعيق حركه الفقير لانه في حال انه تم الشيري جي تعيق حركته عن السباحه فلذلك بوي نحن نسوي خير في بنادم في شيري في شيره في اللي هو في حب الله روحي في عين الله ترعاك يلا ايوه هيا نحن ما بنسوي خير في بنادم في شيره في طير علميه وحطوه في ماء حلو بيموت فقير الشيري بيموت وعظم لها دقيقه ما اخذ يا هداحت الله هذا ابوي من كيف له خيه والحروره بس عمرك شويه بحر اوه حرام ينك تتحرى عمرك بويه كنديشن يا سلام سلم يا سلام يلا يا
بعد بالدي وخلاص عيونك وشمال. والله يا ابوكم هاي هي الحياة. هاي هي الحياة. خلكم يلي وين بيسموا عيالك غربة وكربة وتعب ومهان. ونحن اللهم لك الحمد. عيشة صويفيات وتشيشات وهضل من الله نعمة يبقى الحمد والشكر. ولا لدتوا ولا متوا. ما شاء الله ما شاء الله. جيس كامل في خلال دقائق. شوف ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وقت كان صفو وحين ابتديت توني بصور خضر البحر. اللي قبلي كان صفو مرة زلال البحر تحرى غدير. الحين عتو خضر. شوفوا يا الله يا الحظ. الحمد لله رب العالمين ردينا بحفظ الله ورعايته بعدما تكللت الرحلة بالنجاح وتكللت الرحلة بالنجاح الفنان يعني نجاح يعني اللي ماشي شراته. والحمد لله سرنا وانبسطنا ويبنا هاكل ودام اللي عليه رضوان من الله وسوي هذا وكذا مكثر ما دعيتونا على الله يحفظكم. تو بيجي من الله أول بادي. والحمد لله السيرة كانت حلوة وفنان ماشي شراته. ومحسن نزلوا أبوي مطراد ما طاع قال مرزوق لا هو ولا من ركب مقرود قال حش علينا. الحمد لله رب العالمين السيرة كانت فنانة ورقم واحد والأمور طيبة. حصلنا هك صويفيات وسوينا معلوف وسوينا الله يحفظكم معروف وخير في هالحمس الصغيرونة والحمد لله الأمور طيبة. والله وفقنا ابوي بهاك الصيد الفنان اللي ماشي شراته ولله الحين ما نربي صيده. كلمه الثاني قال والله هذه خلوها للطبيعه. لا الطبيعه ما حد يخليها ابوي للطبيعه. الحمس فقير الحمسه ما تروم تشل عمرها. لازم انت لازم شاف ابوي كلبي عري ولا قطوه ولا حيوان ولا ما تروم تسبح ترى يسوي لها وزن. وان هاي عوامل الطبيعه ساعات بعد تضر. لا هذا ابوي هي يوم تمرض في البحر وينفق هاي النو ويركب على يمها ولازم يتهجل على يمها عقب ابوي فيها الاسماك الكبير وتلتهمها. يا الله حدث ولا حرج. هل براكه في سويسرا يا حليل هلهم ابوي عايشكم من سويسرا ومسكم سويسرا ولا بنطرشهم هني. لا ها شوف انت هاي روح هاي ترحب هاي مقدم ايه وشوف هاي بالله عليك من كنزة كناز. ايه يا سلام الحمري ماشي بيتشوه هناك يا عرس ابوي داخل تحت الكنديشن لا يتحرك. عاوز شاي. هي والله تحرى يالس في قهوة شيشة. كل من شاف حد عاوز شاي. سيرة كانت حلوة انبسطنا عينا من الله خير سولفنا ورمسنا ليل مال العود وحدنا. شوف انه خذت لابس فوشي وجرين لايت فوشيا ولايت جرين. كيف لا الاول ولا يدانيه هالالوان وحين ابدا ما شاء الله عليه الوان الصيف. بعد ترشي الماء شوف راشي يعني من العصر عود راشي. شوف لين الماء تزوي توصل عادة لين رينو هذه لين هاك توصل الماء. الحين البحر شوف وين الحين هاي بحر يوزة هاي وصل أبوي بحر محزم. بعد ساعتين ثلاث يوصل بحر محزم. ما زينك الفريق والله من أسافة ما يعن علي إلا هالمكان يعن علي شرات الدوخة صوع صوع لهالمكان تربطني فيها صداقة قديمة من السبعينات الثمانينات
شوفكم بيتحرك ولا بيتلحلح. ها شوفوا خبر خير. ليش جالس؟ قمت رش عمر قطرة ماي بحر؟ ايه؟ استحمى في البحر؟ استحميت في البحر وفضلت امشي على البحر لحد ما دوبت كده من المطر. بص مجنون انت بينون. مجنون. بسم الله. شايف وشي عامل ازاي من مجنون قوي. الحسادي ترى ها هذا ابو هذا ابو سلطان خادم المدفع ها. زين وهذا احمد الحمادي. الحسارين العزة وجزاك الله خير وما قصرت. تعرف اخ هذا المدفع هذا؟ تسلم تسلم يا ابو محمد تسلم. يا مساكم خير ونور وسرور. وين انا الحين طالت حماركم؟ انا الحين ضاوي ابو ظبي. الحين جريب المرفا. شو السبب؟ السبب احمد بن خالد الباح حضوه من طوكيو. جايين معاريس. فقال لي ابني كيف انت في البحر يوم اللي حبه تسافر انت ويا عمي صلاح؟ وانا متى بشوفك؟ قلنا له ابوي ما يصير خاطرك الا الطيب. والحين ان شاء الله بندق السياره سلم وبنضوي. قال عيلة ترياك البيت باكر شو عندي السبت بشوفه ولا حتى راني مسافر وعشرة ايام انا وصلاح وحسن باشا. زين فهذا سبب سريتي الحين في الليل الى ابو ظبي الحبيبه. نزلت لكم مقطع حفله عيضه البارحيه اللي كانت في عمان المحبه صلالة المجد. بارك الله فيكم. هاي يسمونها محبة جمهور في شعب، محبة شعب الشعب. ترجمت في شو؟ ان طاح فيها واستوت في مطناف. يعشقونه، يعشقون مطناف عشق الجنون. وصلت محبتهم له انهم خطر عليهم ياكلونه من كثر ما يحبونه. أبو طناف محبوب ما بالله عندها العمان، عند الكون كله. وين ما يصير العرب تحبه. فلذلك لادمي من يشوف حد يعشقه خطر عليه يسرطه. قبل ما يقارب 11 سنة كنت أنا مودي حياة مايا لندن أنا ويا حليل. كنا في الدور الثالث، كان في طرف كرومويل هوسبيتال في الطرف من هناك عبارة مثل السويت غرفة وصالة وشي حرس هناك وضويل عالم. يوم تخبرنا لأن عيضة المنهالي جاي يسوي حوصات وهاي الحجرة له عالم من هالكويت من هالسعودية من هالبحرين من هالعمان من الإمارات الطلبة المبتعثين اللي يدرسون. الرجال جاي يتعالج ومع هذا حاطين له المستشفي ومن السفارة ناس يحرسون اللي عن حد تحيدوا مستشفي ولحد يروم يسوي كنترول. أزمة العرب تعبت عليه داخل حجرته من ذكر وانثى من كل بلاد ومن هذاك الآن إلى هالآن ما شفت أنا شيء استوى شبيه. فمن هذاك الوقت لين هالوقت ما شفت حد استوى عليه هالشيء غير امس يوم ساير حفله صلاله ما شاء الله عليه. فهذه محبه، محبه تصل الى درجه الجنون. بغى يشلون من الارض غفوه غف غفوه غف. هذه شوفوا كل شيء في الدنيا الواحد يقدر يشتريه بفلوس ما عدا المحبة. حب الناس هذا حب الناس ما لا يقدر بثمن. وما في أي سلطة أو أي قوة مهما كانت تجبر الناس بحب الشخص هذا، مستحيل. أيا كانت
القوة هذه مستحيل تجبر حد إلا المحبة. الحب ما يستوي، الحب بالخاطر يضحك. فما يوم يقول لك ومن الحب ما قتل، هذا هو بطناف يموتون على أسمه. وما بالك بطناف ما بش إنسان من شرق وغرب، ظاهر ويمرسها البلاد، مرمولها وطعوسها ويبلها وبحرها ويبلها من طبيعة الدولة صوت الإمارات. فما بالك صوت الإمارات ساير بوي عمان، وعمان أبوي عشقهم الإمارات وعشقهم فن الإمارات، مثل ما نحن في الإمارات نعشق عمان وما حاش حوش عمان من ذكر وانثى. اولا هذا، ثانيا تربط بين الامارات علاقات قوية ومتينة بين الامارات وعمان، في روابط نسب ودم ولحم وييره ونسب ودم ولحم وصداقة قديمة منذ الازل، ما في شيء جديد. يعني صداقة وايد قوية ومن استوت الدنيا، ما بشي جديد. فلذلك الله يكون في عونك يا أبو طناف، الله يكون في عونك يا أبوك على حب هالبشر. ونعم الله من يلومهم، منو ما يحبك يا أبو طناف، منو ما يحبك يا أبو طناف، الناس كلها تحبك، تحبك الرب والعرب، كريم وأيودي وراعيود معروف، يسد انك انت ظاهر من هالبلاد، هاي البلاد اللي يقولك يوم يقول فديت فلان من وين يأ وتنتى، من ييت وتنتيت من هالدار، كيف ما بيحبونك؟ ناهيك عادة يزيد الهرموز ملح، طبعانه وهوس على تريتشة، طبعانه وهوس على تريتشة، فوق هذا وهذاك طيب وكريم وأي ودي وخير، توصل العرب كلها في الأفراح والأحزان، تواصل الناس كلها، كيف ما بيحبونك؟ وفنان وحس غاوي وزقرتي، لا وغاوي بعد شعر الله يحفظك يا أبو طناف ويبارك فيك ويطرح فيك البركة. أسعدتنا وأسعدت أبوي الأغنية الإماراتية وأسعدت الشعب الإماراتي، وتفاعل هالعمان يدل على محبتك لهم ومحبتهم لك، محبتك لهم محبتهم لك انت، وتستاهل، تستاهل محبة العرب كلها يا أبو طناف. من شويهات سيد يين الله يحفظكم سبنس، خدت لي غرض، أبغى الفواكه مخلصة عني حاليا، أنا تريق منها بس لينا ولنهم جماعة معتشيات من هنيدي حليلة اللي ساعدنا دوم، يعني الأمور طيبة. نوري حق محسن، نور 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 ن